ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده على اكتر الابراج اللي هيكون عندهم في امور حلوه كتير في الشان المهني، واقدر اقول ان هم عندهم غنى في الابراج. طبعا هو الغنى غنى النفس، لكن اقدر اقول لك ان انت عندك من خلال الناحيه الفلكيه في ابراج هيكون عندهم مال قادم من الناحيه المهنيه ومال قادم من ناحيه امور خاصه بمال او ممتلكات. لكن خلينا كده نوضح كل برج الدنيا بالنسبه لنا عامله ازاي. طبعا في ابراج هيكون عندها مال متوفر زياده، وفي ابراج هيكون عندها تعثر مالي او كان عندها تعثر مالي، ولكن هيكونوا عندهم في انفراجه، يعني هو مش مال ازيد او مال فوق الاحتياج، لا هو في ان الوضع المالي هيبقى افضل خلال طيله الشهر اللي هو من بدايه يوم 4 بالاخص. هيكون كتير من الابراج عندهم هذا الامر. نبدأ بأول الأبراج، برج الأسد. برج الأسد أقدر أقول إن أنت بالفعل بتعاني من أزمة مالية داخل الشهر، بتعاني من أزمة مالية بصورة كتير مش لطيفة، يعني ممكن يكون عندك تعثر لأن في متطلبات مالية بالنسبة لك كتير، لكن هيكون عندك مال قادم من خلال أمور متعلقة بشأن قانوني أو قضائي أو ميراث أو من ناحية ممتلكات، بتقدر إن أنت تتصرف في الشأن المالي. يعني عارف فكرة الزنقة لما تلاقيك مزنوق فتروح تدور على حقوقك؟ بالظبط ده المتواجد جدا عندك، فهتبدأ ان انت تلاقي الحلول من الناحية لو انت ليك مال في الشأن القانوني، امور قضائية، امور متعلقة بممتلكات، ميراث، الخ، فده هيكون في حصول كتير عليه، يعني عندك في مال قادم من هذا الامر جدا جدا، وده هيكون بيبقى كتير حاجة ميسرة، يعني حاجة هتيسر لك احتياجاتك، هيبقى عندك المطالب انت قادر كتير على ان انت تسدها، عندك العديد من المطالب ولكن هتكون قادر على سداد هذه المطالب. ده بالنسبة لبرج الاسد. البرج الثاني برغم ان هو بيعاني من صعوبة اشد من برج الاسد في الشأن المالي، برج العذراء. برج العذراء انت بتعاني من صعوبة مالية كتير وهتفضل تعاني منها لحد يوم 3 في الشهر، لكن بعد كده هيبقى عندك كتير من الامور المهنيه، لان الوضع، لان كوكب عطارد اللي هو بيخص العمل والمال متواجد من يوم 4 ببرجك، تمام؟ فده هيبقى بيأثر على ايه؟ بيأثر على ان انت هيبقى في مشاكل مهنيه بتتحل، ليك مال مجمد بيتحل، ليه؟ مع ان انت عندك احتياجات كتير ومطالب كتير ويمكن يكون عجز في التعامل المالي او متطلبات او دفع فواتير او دفع مصاريف معينه، لكن هيكون عندك الوضع المالي في انفراجه، المهني في انفراجه، فالوضع المهني لما يكون في انفراجه فده ييسر العمليه الماليه، يعني في فلوس هتجيلك من الشأن المهني وهتقدر ان انت تسد بيها ديونك. فبرج العذراء انت هتكون قادر على سد ديونك، سد احتياجاتك، بسبب ان الامور المستوقفة في التعاملات المالية او ان انت لو ليك مال من امر خاص بمسؤولية او عمل او امر قانوني او قضائي فيبقى بالنسبة لك لا في حلول. النقطة الثانية ان هيبقى في هبة من الاهل او مساعدات من الاهل، لكن امور قانونية تخص ميراث هيبقى فيها صعوبة، تمام؟ يعني يبقى فيها جدل شويه، يبقى فيها بعض الخلافات او الاختلافات، يعني هتاخد وقت، هيبقى فيها حل خلال الاسبوع الاخير. يعني في مال لو انت منتظر امور ماليه متعلقه بميراث مش كشأن قانوني او قضائي، يعني في امور تخص ميراث، ده بالنسبه لك خلال الاسبوع الاخير. لكن لو انت الوضع المالي جاي منين؟ من انفراجه في الناحيه المهنيه، مال مجمد هيبقى بيحصل فيه انفراجه او حل لمشكلته، وفي نفس الوقت هبه من الاهل اي مساعده من الاهل. فدي نقطه كتير مهمه جدا لاصحاب برج العذراء في الامور الماليه ان هيبقى فيه تحسن، خاصه كمان ان برج ما اتكلمتش على النقطه دي، ان برج الاسد هيبقى عنده تحسن في الامور المهنيه، في عروض مهنيه، انجازات مهنيه. برج العذراء عنده انجازات مهنيه برضو، وعنده هيبقى كتير مهتم بالعمل، مهتم بالشغل اكتر، مهتم انه يكسب من العمل اكتر، عنده تطوير في التعامل المهني والشأن المهني. برج بعد كده الحمل. برج الحمل عندك بدايه مهنيه، مشروع، فكرة بتضرب، يعني حاجة ضربة حظ قوية كتير في التعامل المهني، في عندك أخبار سارة في الأمور المهنية، مكسب جيد، في فرحة متعلقة ب مثلا يعني حاجة ليها علاقة مثلا بمشروع، بفكرة، بحاجة مثلا أنت فيها أزمة، يعني
أزمة مهنية بتتحل. فإذا الوضع المهني فيه حلول، فيه تقدم، فيه خروج من مشاكل. عندك كان فيه ضغط مالي أو الوضع المالي ما كانش متيسر زي ما رغبتك فيه، لكن هيكون عندك معالجة الأمور اللي كانت فيها عقبة في الشأن المهني والشأن المالي. فإذا في حلول، في كتير خروج من أزمات، زائد كمان إن هيكون عندنا انفراجات مالية متعلقة بعمل جديد أو فكرة جديدة أو مشروع جديد أو ضربة حظ قوية. ده بالنسبة للحمل جدا. أما بعد كده برج الثور، برج الثور بالنسبة لك انت عندك فيه فكر جايد كتير قوي. المريخ بيخليك ان انت عندك طاقة حلوة وبيخلي افكارك تكون كلها متجددة ومتطورة. بالنسبة لك عندك العديد من الامور الرائعة المتميزة في استكمال خطة مهنية، ولو كان في أزمة مهنية عندك فكرة حلوة قوي متعلق بإني أحل الأزمة المهنية دي. فأنت عندك العديد من الأمور الرائعة والمتميزة في التعاملات المهنية المتعلقة بأزمات لحلها. النقطة الثانية ان هيبقى عندك اجواء متعلقة يا برج الثور بعمل جديد، عروض مهنية جديدة، خطوات مهنية هتكون متميزة جدا. اقدر اقول ان عندك مشروع، ابتكار، عروض مهنية هتبقى كتير رائعة ليكم. في فكرة او عمل انت كنت بتصرف عليه الى ان هيبقى فيه مردود ايجابي، يعني الشيء اللي انت كنت بتصرف عليه او بتتعب فيه، عندك حاجة مشروع او فكرة مهنية انت تعبت فيها جدا، الى ان انت هتكون قادر على النجاح فيها، قادر على انك انت تتميز في هذا الامر يا برج الثور في الامر المهني. فاذا في مكسب من الناحية المهنية كاسم، في مكسب مالي جيد من شأن مهني، لان عندك مساعي اكبر بكتير ومساعي قوية جدا وهتكون داعمة كلها ليك. اما بالنسبة للبرج الدلو بقى، برج الدلو عندك خروج انا ليه بتكلم على فكرة من اكتر الابراج المحظوظة في التعامل المهني والمالي، لان هيبقى في تغير كبير قوي من الفترة السابقة عن الفترة دي. الفترة السابقة مختلفة كليا عن الفترة اللي هي بتاعت اغسطس. برج الدلو فعليا انت عندك تغير تام قوي، لان انت كان عندك في فوقان في الوضع المهني، يعني لو انا بفوق في خلال شهر يوليو بتفوق في الامور المهنية. الفترة دي انت بالفعل عندك الطاقة اعلى كتير، اللي هو انا عايز اتميز، عايز اتفوق، عايز استقر، عايز انجح، خاصة ان انت كمان العمل الجماعي قد ايه بينجح وبيكون مميز كتير وبيكتب لك حظ فيه رائع جدا جدا. برج الدلو اقدر اقول لك كمان ان انت عندك في الاجواء المهنية كتير من الانتصارات، يعني اشخاص هم كانوا مثلا عارف فكرة المنافسة او التحديات او حد بيحاول يوقعك، لكن انت بتنتصر انتصار قوي جدا وداعم كتير. برج الدلو اقدر اقول لك كمان ان انت عندك في الامور المالية مكسب حلو قوي، خاصة ان انت عندك دعم مالي، يعني في شخص بيدعمك ماليا، ممكن تكون هبة من الاهل، يعني الاهل بيدعموك بيقفوا معاك في شأن مالي، عندك حاجة متطلبة ماليات كتير الى انك خلاص انجزتها وقفلتها، فده هيعمل لك خلاص بقى اللي هو عارف فكرة اللي هو ايه، خلصت اللي عليا فابدأ ان انا اوفر او ابدأ ان انا اشيل. عندك ده جدا. النقطة التانية هيكون في تعاملات مهنية متعلقة بأمور مالية، يعني في حاجة متعلقة بإني أشتغل وهكسب، إنك هتضغط نفسك مهنيا وهتكسب، خاصة بعد المريخ لما يكون موجود ببرج الجوزاء. ده هيناسبك كتير وهيعلي من طاقتك جدا من يوم 19، هتلاقي إن أنت قادر على النجاحات المهنية أكتر. ولكن الصورة الأعم والأشمل خلال الشهر إن هيكون عندك كتير من الدعم، سواء دعم مهني وسواء دعم مالي من أشخاص، سواء مقربين أو أشخاص بيساعدوك كتير ويأهلوك لخطوات مهنية ناجحة تعوضك في التعاملات المالية. أخيرا برج العقرب، برج العقرب أنت عندك الوضع هيكون قد إيه ميسر جدا وإيجابي كتير في الشأن المهني، لأنك هتكون عايز إنك تساعد نفسك كتير في الإطار المهني، عايز إن أنت تستقوى أكتر، عايز إن أنت تنجح أكتر، عندك كمان طاقة مشاركة. يعني إيه؟ يعني هيبقى عندك أشخاص أنت بتحاول تشاركهم في الشغل جدا، العمل الجماعي هيبقى بينجح كتير، عندك استقرار في التعامل المهني، عندك أشخاص هيدعموك، يعني زي ما قلت لك أشخاص بيدعموك، العمل الجماعي هيناسبك كتير. غير كده ان عندك عروض حلوة كتير من قبل الاصدقاء، عندك اشخاص هيساعدوك ان انت تحتل منصب جيد او مكانة جيدة، زائد ان انت نفسك عندك طاقة حلوة كتير ان انت تنجز مهام، ان انت تخلص، ان انت تسرع في نجاح مهني، ان انت تهتم اكتر او تهتم اكتر بالشأن المهني. النقطة دي هتلاقيها موجودة عندك كتير. وفي نفس الوقت يا برج العقرب
هيبقى عندك كتير من الاشخاص اللي بيهتموا لامرك كنصيحه كمان، يعني مش كعروض وبس، لا كنصيحه، حد بينصحك على بعض الخطوات. فدي نقطه كتير مهمه جدا جدا. انت بس هتخلي بالك من ايه؟ هتخلي بالك من الحاجات المتعلقه بعقود او متعلقه ببيع او شراء او اجراءات ماليه او عقود فيها تعاملات ماليه ما بينك وما بين حد. الامر بس محتاج منك الدقه، محتاج منك الدقة وتتبع الأيام اللي هتكون الأفضل ليك أو الأنسب ليك. ده بكل بساطة برج العقرب، وده بكل بساطة أكتر الأبراج اللي هم محظوظين كتير في الشأن المهني والمالي. ووضحت لكم الحظ أنا يعني بعرفها إزاي، أو إن أنا حددت هذا الأمر إزاي، من حتة فكرة الاختلاف، إن أبراج عانت معاناة شديدة جدا زي الأسد والعذراء من أكتر الأبراج اللي عانوا في الأمور المهنية والمالية خلال الشهر اللي فات، إلا إن الشهر ده بياخدوا خطوة جديدة، خطوة هتكون أفضل إن شاء الله. دول من أهم الأبراج اللي هيكونوا بيحاسين كتير بهذا الوضع. طيب بشكركم كتير، بتمنى جدا أكون فدتكم. ما تنسوش اللايك وشير الإشتراك في قناة، تفعيل الجرس. سلام.